شكرا لك عادل المسعودي والبقية الضيوف المتواجدين بالاستوديو. كانت واجدوا بالقلب النابض لمدينة الدار البيضاء بإحدى الأماكن الجميلة التي تزينت خصيصا لكأس العالم، ومعي مفاجأتين. المفاجأة الأولى هي الكأس العالمية اللي كيف كنشوفوا الحلم اللي قال لنا وليد الركراكي بأننا خصنا نحلمه، فنتمنوا إن شاء الله بإذن الله أنه يتحقق بإذن الله. ومعنا أيضا ضيف حاضر هو لاعب سابق في صفوف فريق الرجاء الرياضي هشام مصباح، يعني مقابلات عديدة مع الرجاء ولكن الآن مع المنتخب الوطني المغربي، انت بصحبه العائله، فتوقع ديال كيفاش كتشوف المقابله، كيفاش كتشوف الاجواء العامه ديال المباراه المنتخب الوطني المغربي في دور نصف النهائي، وبغينا نوصل للنهائي علاش لا؟ علاش لا، هذا امل كل المغاربه، والحمد لله عندنا جميع المقومات باش نحققوا هذا الانجاز ان شاء الله التاريخي. طبعا المقابله ماشي سهله ضد فريق المنتخب الفرنسي اللي كلشي كيعرفوا، ولكن الحمد لله عندنا كل الثقه في اللاعبين الكبار حتى اللي عندنا الحمد لله فريق متجانس الحمد لله، ولاعبين كيمارسوا في اعتى البطولات العالميه، كنا امن ان شاء الله باش يحققوا هذا الانجاز التاريخي، وكنظن حنا جميع المغاربه متفائلين ان شاء الله في هذه المقابله، وكان بحب بانتماء بكل شيء توقع ديالك النتيجه بصح ان شاء الله فوز المنتخب المغربي 2-1 ان شاء الله تعالى. إذا هذا التوقع نتمنى عادل أنه يكون توقع، يعني داكشي اللي بغينا كامل احنا مغاربة، ودائما مع الحلم، وحنا مواصلين الحلم مع وليد الركراكي. العودة إليك للاستوديو.